من الكتائب اللبنانية ورئيسها وطبعا نوابها وأركانها إلى القوات اللبنانية ورئيسها إلى طبعا تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السميورة وكذلك القوى الأخرى المستقلة المنضوية تحت 14 أذار واللي بتمثل المستقلين والجمعيات الأهلية وغيرها. بتصور أنا أنه في عودة إلى زخم السن الأولى تدريجيا إلى زخم السن الأولى، والفضل في ذلك ليس فقط إلى الثورة السورية. في ناس بيقولوا 14 أذار نايمة هيك على أمل كبير هو سقوط نظام بشار الأسد، وأنه هيدا بيسمح لها أنه ترجع تجتاح البلد وتقبض على السلطة. أولا القبض على السلطة لا يعني شيء اليوم في لبنان، لأنه للأسف ما في سلطة. بدك ترجع تبني كما يقول الشيخ سامي جبيل، بدك ترجع تبني النظام اللبناني، بدك ترجع تركب سلطة لبنانية. اليوم بتشوف أنه كل شيء تلاشى، كل شيء تلاشى، وما حدا بيحترم شيء، لا دستور لا قانون لا نظام لا قرار بلدي، يعني على كل المستويات نشهد على احتراز. الشيء الثاني أنه 14 أذار لا تفتقد ولا تفتقر إلى الأفكار، الأفكار القلاقة. 14 أذار فيها تكون صامدة حاسمة وفيها تكون منفتحة واستيعابية، وبالتالي تتصرف دايما وتصرفت أحيانا، وكنت أنا خطأة لأنه كنت لقي في يعني مزيد من التنازلات. الرئيس سعد الحرير قال أنه نحن عنا شوية أخطاء عملناها، هالأخطاء يمكن جسدت بتنازلات معينة كان الدوس يعني تبعها أكبر من اللي بيتحمله البلد، لأنه سمح للانقلاب الزاحف من الاتجاه الآخر أنه ياخد مواقع ويسجل نقاط على أكثرية البلد التي تحلم ببلد ديمقراطي هادئ مزدهر على مسافة واحدة في العالم العربي من الجميع، بس متمسك بالحرية وبمن ينادي بها. ف 14 أذار بكلام رئيس جبيل، كلام رئيس دولي بكل معنى الكلمة، كلام الدكتور جعجع اللي كلام ثورة ويعني نوع من الحض على المزيد من الالتزام، وكريم الشيخ سعد الحريري رئيس سعد الحريري كان يعني توجهه الى المسيحيين، رجل طمأنتهم على المناصف وتوجهه الى الشيعة. شو قصد من هذا؟ قصد انه لم ندقر المناصف، يعني حقوق المسيحيين بالانتخابات بالإدارة بالمراكز الأساسية بالجيش بمصرف للدين، الحقوق اللي يعني واكبت كل المسيرة المسيحية منذ الاستقلال، واللي الشيء الوحيد اللي تغير فيها قاعدة 6-5 صارت 6-6، واللي هي طبيعي برأيك معالي الوزير، مش انه يعني العدد ما راح يأثر برأيك؟ لا ما راح يأثر، مع العلم انه يمكن حتى يكون هالعدد ما يبين مخالف للطبيعة وبالتالي يصفي مثقل على من هو عدده أكثر ومحرج إلى على من عدده أقل، جرعة من اللامركزية الإدارية اللي أصلاً عم تنحكى خصوصاً عند الشباب وعند هذا، هيدي بتعطي يمكن تركيبة الدواء اللبناني اليوم عم بيوصفوه للدول العربية الأخرى.